خلينا نتكلم برضو مع حضراتكم عن، وده لفت نظري النهارده الحقيقه، ان في اختيارات المنتخب، انا مش هتكلم دلوقتي عن اختيارات المنتخب ولكن انا هتكلم عن مروان محسن. مروان محسن الحقيقه في الفتره الاخيره، وش معنى مروان محسن؟ لان انا لقيت ناس بتقول لك يعني ليه مروان محسن موجود في المنتخب؟ هقول لكم ليه وبمنتهى البساطه. عندما يكون لك تاثير كبير مع فريقك، حتى لو بتنزل دقيقتين، حتى لو بتنزل دقيقة أو دقيقتين، وبيكون لك تأثير كبير مع الفريق اللي أنت بتلعب فيه، يجب أن تكون متواجد مع المنتخب، خصوصا في ظل وجود مجموعة من الرؤوس حربة الجيدين في مصر كلها. ده هدف لمروان محسن في مباراة إنبي الأخيرة، نزل 10 دقايق ربع ساعة جاب جون، اتحرك يمين اتحرك شمال وجاب جون. في مباراة سموحة نزل غير شكل النادي الاهلي الهجومي، بعد كده ايضا او قبل كده غير من الشكل الهجومي للنادي الاهلي. مروان عنده قوه وعزيمه، لانه كان في فتره صعبه جدا 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 بعد اصابته بالرباط الصليبي، ورجع وراح كاس العالم، ورجع بعد كاس العالم قعد فتره الحقيقه بيتعرض لانتقادات شديده جدا بسبب المستوى، ولكن اي لعيب لما بيبقى راجع من الاصابه بياخد فتره طويله لغايه لما بيرجع، خصوصا لما بتبقى اصابه طويله زي دي. فلما مروان قعد فتره وما اتكلمش، ما كانش بيفتح بقه، وكان ما بيعملش غير شيء وحيد فقط، وهو التمرين فقط والحركه اللي بيعملها قدامكم دلوقتي اللي هي ايه، يحط النضاره على عينيه، دي هو ده اللي كان بيعمله يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم مروان محسن واحد من اهم وافضل اللاعبين خلال هذه الفتره في النادي الاهلي. نزل دقيقه، نزل دقيقتين، نزل نص ساعه، نزل ربع ساعه، ولا بيعمل مشكله ولا ما بيعملش اي حاجه، بس غير ان هو بيجتهد في الملعب فقط علشان يكسب النادي الاهلي، او يشوف شغله الحقيقه من خلال ان هو يكسب النادي الاهلي، بسبب زي كل حضراتكم شفتوها دي، ازاي يقطع لورا وبعدين ازاي يطلع لقدام تاني. هو ده مروان محسن اللي احنا مستنينه سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب القومي، وان شاء الله يؤدي مباريات جيده جدا مع المنتخب القومي. وخدوا بالكم مروان محسن واحد من اللاعبين اللي بينفذوا تعليمات الجهاز الفني بالكامل فعشان كده دايما تلاقوا المدربين بيروحوا له، لازم يلعب، لازم يبقى موجود، حتى لو لعب خمس دقائق بينفذ ما هو مطلوب منه. مروان محسن الحقيقه بيؤدي بشكل رائع، ولذلك استحق هذا التقرير. هنروح نشوف تقرير عن النجم مروان محسن ونرجع نكمل مع حضراتكم. لا شك أنه واحد من أبرز وأهم مهاجم الدوري الممتاز، يمتلك قدرات تهديفية خاصة جعلته يعرف طريق الشباك في أي وقت من المباراة، سواء شارك أساسيا أو كبديل. هو القناص الأهلاوي مروان محسن الذي عاد من جديد للتغريد في شباك المنافسين، نجح في قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لحصد النقاط الثلاث في العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري وكذلك البطولة الإفريقية. سجل القناص مروان محسن هدفا ولا أروع في شباك إنبي في المباراة الماضية التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، كان ذلك في الدقيقة 94 بعدما شارك كبديل لوليد أزارو في الدقيقة 85. لا شك أن هدفه تنفس به الجماهير الصعداء بعدما أكد جدارة الأهلي في الفوز ومواصلة اعتلاء صدارة الدوري الممتاز في المشوار الهام للأهلي من أجل الحفاظ على لقبه المفضل للمرة الرابعة على التوالي. بالفعل استحق القناص مروان محسن التواجد ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر يونيو المقبل، وذلك بفضل تألقه الرائع في الفترة الماضية. ولولا الإصابات التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لكان القناص مروان محسن ينافس وبكل قوة على قائمة هداف الدوري الممتاز، ويعتلي مروان محسن قائمة هداف فريق الأهلي هذا الموسم برصيد 6 أهداف بالتساوي مع النجم التونسي علي معلول. ما
مروان محسن الحقيقه تعب واجتهد وربنا كان لجهوده السابقه ان شاء الله ربنا يكمل له على خير ان شاء الله في مباراه بكره مع النادي الاسماعيلي ضد النادي الاسماعيلي طبعا مع النادي الاهلي ويبقى ويخرج بشكل كويس ويخرج سالم اهم حاجه بعيدا عن كل الاصابات كل لعيبه المنتخب مش مروان بس كل لعيبه المنتخب لان احنا كلاعبين او كجمهور واحنا قاعدين بنتفرج اهم حاجه بالنسبه لنا هو منتخب مصر وماذا سيفعل في المباراه القادمه او في بطوله الامم الافريقيه القادمه.